الإطار التنسيقي يتمسك بالدستور في مفاوضات تشكيل الحكومة، وسنة والأكراد يعيدون طرح شروطهم التعجيزية. أوساط سياسية تؤكد أن اليكتي والبارتي يعطلان الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة من خلال عدم تحديد شخصية رئيس الجمهورية. حياكم الله مشاهدينا الأكارم، وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، حيث بات الإطار التنسيقي للقوى الشيعية متصديا بشكل رسمي وأمام الجميع لملف تشكيل الحكومة الجديدة باعتباره الكتلة النيابية الأكبر. هذا الأمر زاد من تحمله للمسؤولية وتبني مباحثات جدية وحقيقية لتشكيل الحكومة، بدءا من خوض مباحثات لا تقصي أي طرف سياسي كان من أجل الحفاظ على النسيج الوطني وضمان تسمية كابينة وزارية يشترك فيها الجميع بلا استثناء، لتأخذ على عاتقها إدارة زمام الأمور في البلد استعدادا للمرحلة المقبلة. إلى الجانب الآخر مشاهدينا، وفي غمرة احتدام الخلاف داخل البيت الكردي حول منصب رئيس الجمهورية، تقف العملية السياسية في البلاد على مفترق طرق بسبب تصاعد حدة الخلافات كرديا. فعملية اختيار رئيس الجمهورية بحاجة إلى توافق كبير بين جميع القوى السياسية لضمان حصول المرشح على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان وتمريره بسهولة، وعدم خوض أشواط إضافية في عملية التصويت قد تربك المشهد السياسي وتسير به نحو تعقيد أكثر. إذن مشاهدينا، يؤكد مراقبون أن الإطار التنسيقي هو الكتلة النيابية الأكبر ويمتلك الأريحية التامة فيما يخص الانفتاح على الأطراف السياسية الأخرى وعملية تسمية الكابينة الوزارية القادمة. المزيد مع الزميل علي حبيب. ضمن المعادلات الدستورية المحكمة تتحرك قوى الإطار الشيعي بجولتها الحوارية مع مختلف القوى السياسية للبدء بوضع اللمسات الأخيرة لملامح الحكومة المرتقبة. التحالف الأكثر عددا أي الإطار ومن معه من الحلفاء يؤكدون انسجام جميع أعضائه في المواقف وانفتاحهم على جميع القوى السياسية بغية الوقوف عند النقاط المشتركة بما يعجل في ولادة حكومة توافقية يكون الجميع فيها مسؤولا عن القرار. تكثيف اللقاءات مع الأطراف السياسية خاصة الأطراف الشيعية بعد انسحاب الكتلة الصدرية من مجلس النواب، فهنا بدأ تكثيف اللقاءات حول التفاهمات وإيجاد السبل الصحيحة لتشكيل الحكومة في هذه الفترة العصيبة حقيقة. المناخ العام للبلاد لا يحتمل المزيد من المماطلة في خطوات تشكيل الحكومة، والتي مضى على توقيتها الرئيس 8 أشهر، وبالتالي فأن الإطار يعمل جاهدا على جمع أكبر عدد ممكن من نقاط الالتقاء عند مسارات الحوار، بما يسهم في ترتيب الكتل السياسية لأوراقها استعدادا لاستكمال الاستحقاقات الدستورية ووضع نواة الكتلة الأكبر في المجلس النيابي بفصله التشريعي الثاني. اليوم عندما تكون هنالك توحد للرؤى واختيار شخصيات تكون هي على دكة الحكم، وهذه الشخصيات هي لا غبار عليها، فبالتالي اليوم نجد أن الشروع بمثل هكذا يعني فقرات ومثل هذه الحالات حقيقة قد تقي العراق من مسألة يعني الاحتقان الشعبي. وتؤكد مصادر من داخل الإطار أن الأخير لم يطرح أي أسماء مرشحة لمنصب رئاسة الوزراء، إنما وضع مواصفات ومعايير أبرزها أن يحظى بمقبولية الأطراف السياسية ويكون على قدر المهام التي تستلزمها المرحلة. وفي الوقت عينه تؤكد هذه المصادر أن لجنة عليا معنية بهذا الأمر ستختار الأفضل من بين الأسماء التي ستقدمها الكتل الشيعية والنواب المستقلون. علي حبيب،
الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل الملف الأول من الحصاد. نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو، المحلل السياسي الأستاذ كاظم الحاج، أهلا بك سيد كاظم، وكذلك الترحيب بالكاتب والصحفي الأستاذ هادي جلومر، أيضا ضمننا بالصوت والصورة من بغداد، أهلا بكم سيد هادي. أهلا وسهلا. أبدأ معك سيد كاظم، كيف تقيمون مستوى المفاوضات الجارية حاليا ما بين مختلف الأطراف السياسية، ولم تتأخر كثيرا؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيد الفاضل وللأخ الأستاذ هادي ولكادر ومشاهدي شاشة الأيام الفضائية. ابتداء إذا ذهبنا بتقييم السقف الزمني أو المسافة الزمنية منذ الانتخابات إلى الآن، ونقيس هل إن هناك يعني تأخير في التفاهمات أو التفاوضات، حتما أننا سنجد أن هناك محورين في العملية السياسية، كل منهما رفع شعارا معينا في طبيعة تشكيل الحكومة وإدارة الدولة خلال المرحلة القادمة، ونتيجة هذا التمحور وهذه الأفكار والشعارات التي رفعت، كان هناك تحالف إنقاذ وطن الذي كان يضم التيار الصدري، الكتلة الصدرية، وأيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني، وكذلك ما يسمى بالسيادة تقدم حقيقة ومن لحق بها، وبالمقابل كان هناك الإطار التنسيقي وحلفاء. ونتيجة هذا ونتيجة لقرار المحكمة الاتحادية فيما يخص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية 220 نائب، تقريبا السكون يعني خيم على طبيعة المشهد السياسي نتيجة تعادل أو يعني تساوي كفتي القوى السياسية، وبالتالي عدم قدرة إنقاذ وطن في سابقا بالوصول إلى نصاب انتخاب رئيس الجمهورية. المتغير الوحيد إذا أردنا أن نقيس الفترة الزمنية، المتغير الآن بعد انسحاب الكتلة الصدرية وترجيح كفة الإطار التنسيقي وحلفائه الآن، وقدرة الإطار التنسيقي مع أيضا بدفع حليفه الاتحاد الوطني الكردستاني بأن يكون هناك موقف كردي، نستطيع أن نقول أنه من التغير الذي حدث منذ انسحاب الكتلة الصدرية إلى الآن السقف الزمني ليس بالطويل، وربما سنستمر يعني حقيقة إلى شهر أو شهرين خلال المرحلة القادمة فيما يخص اختيار رئيس جمهورية، وكذلك اختيار رئيس وزراء، وأيضا كابينة حكومية ووزراء وغيرها من الأمور الأخرى. الإطار التنسيقي يعمل حقيقة، أو القوى السياسية بمعنى أدق تعمل على أن يكون معيار المرحلة القادمة ليس تشكيل الحكومة واختيار رئيس جمهورية ورئيس وزراء، وإنما المعيار هو النجاح في المرحلة القادمة، لأنها مرحلة صعبة وحرجة، وبالتالي الجميع تحت رقابة المواطن العراقي، والجميع يعلم طبيعة التحديات خلال المرحلة القادمة. أهلا بك سيد هادي مرة أخرى، وبداية كيف تقيمون المفاوضات التي يجريها الإطار التنسيقي مع القوى السياسية الأخرى؟ هل ثمة جديد فيها؟ هل هناك جدية كافية لحلحلة هذه الأزمة؟ هل توجد حلحلة أصلا بحسب توقعاتكم خلال شهر أو شهرين كما يتوقع سيد كاظم؟ شكرا جزيلا، تحية لك وللأستاذ كاظم وللجمهور الكريم. يعني دوامة مستمرة، والمشاكل مستمرة، وعدم الثقة تطبع السلوك السياسي، والجدية قد لا تكون حاضرة تماما. شعار الإقصاء والتهميش والتصعيد الكلامي ومحاولة إقصاء البعض للبعض الآخر والميل لمعسكرات مختلفة ومتقاطعة ومتضادة، وما يطبع سلوك الأفرقاء السياسيين بلا استثناء، سواء من القوى الشيعية ولا استثني احدا منها، او من القوى الاخرى من الكرد ومن السنه. الطابع الاساسي في هذه المفاوضات هو طابع المصالح وطابع ضمان تلك المصالح، وعدم الانسياق الى الطريقه المثلى للاداء، وهي الطريقه التي ترضي المواطنين العراقيين وتقنع الاطياف الواسعه من الشعب العراقي الذي يعاني من مشاكل عديده.
وتنتظره تحديات كبيرة خلال المرحلة المقبلة. وجزء من هذه التحديات هو التشكيل الحكومي الذي نحتاج إليه، خاصة وأننا نواجه تطورات عالمية خطرة جدا على مستوى الصراع الوجودي بين روسيا والغرب، وأيضا التحولات الاقتصادية الكبرى في العالم وإمكانية صعود المعسكر الشرقي وخاصة الصين، وحاجة العراق إلى أن يعرف إلى أين يتجه. أيضا الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران على الملف النووي والتحولات الكبرى، وإمكانية أن تحدث تنازلات قد تطيح بحلفاء داخليين في أكثر من دولة، بالنسبة لي ليس فقط بالنسبة لإيران، طبعا أنا أتحدث عن الأفرقاء جميعا، بالنسبة للأوروبيين، بالنسبة للأمريكيين أيضا، محاولة الغرب وأمريكا استرضاء إيران ودفع إيران خارج المحور الروسي الصيني، وأيضا محاولة الإفادة من إيران ونفط إيران وما تمتلك إيران من طاقات لتعويض النفط الروسي والغاز الروسي. كل ذلك يؤشر فرصة تاريخية للعراق لكي يلملم أوراقه الداخلية وينتبه إلى تشكيل حكومي مهم ومتوازن يضم الأطراف السياسية جميعها، ولا يسمح بأن تكون هنالك عمليات يعني تشكيك أو عمليات. بالمقابل السيد هادي، قبل المقاطعة لك، هناك معطيات ربما تشجع فعلا الإطار والقوى السياسية الأخرى على تشكيل الحكومة، لكن نقدر نتوقع موعد لتشكيل هذه الحكومة بحسب المعطيات الحالية المتوفرة؟ يعني أكيد بعد العيد بفترة، يعني وموضوع الشهرين هو ليس بعيد عن يعني موعد تقريبي، وهو موعد جيد في ظروف مثل ظروف المحنة العراقية. لكن في الأساس الآن الإطار التنسيقي وهو يمتلك هذه الفرصة التاريخية التي كان يعني لا أريد أن أسيء للإطار التنسيقي، لكن الإطار التنسيقي بدأ في مرحلة من المراحل وكأنه شخص فقد رجل أعماله وفقد كل ما يمتلك من أموال وعقارات، وكاد يشر إفلاسه وكان يبحث عن فرصة، في حين أن التيار الصدري وهو الطرف الشيعي المناقض للأطراف الشيعية الأخرى كان يمتلك الحظوة والفرصة والتأثير والنفوذ، واستطاع أن يذهب إلى البرلمان ويعلن جلسة مهمة جدا ويصوت لرئيس البرلمان، وكاد أن يمضي إلى جلسة تصويت لرئيس الجمهورية، وكان يتحدث عن أغلبية، وكان هنالك من ينتظر أن تعلن حكومة يقودها التيار الصدري، في حين أن الإطار التنسيقي كان متماسكا ورفض أن يستسلم للضغوط أو أن يذهب جزء منه مع التيار الصدري، ورفض شروط التيار الصدري ومنها إبعاد المالكي وبعض النخب الشيعية. ولكن فيما بعد عندما عادت الأمور إلى الطبيعة التي كان يتمناها الإطار التنسيقي وابتعد التيار الصدري عن المعادلة وانسحب نوابه من البرلمان، يفترض أن الإطار التنسيقي الآن يقاتل وبقوة ولا يترك أي فرصة في سبيل إعلان حكومي مهم ومتوازن ولا يستثني أحدا، و يدفع باتجاه طفرة اقتصادية وسلوك سياسي يقنع الشعب العراقي ويقدم له ما يريد. ولكن هذه الفرصة هي بيد الإطار التنسيقي، هل سيحافظ على هذه الفرصة؟ هل سيستثمر هذه الفرصة التي هل سيستثمر؟ هذا السؤال إليكم سيد كاظم، هل سيستثمر الإطار هذه الفرصة المتاحة حاليا لتشكيل الحكومة بأريحية كما يصف المراقبون؟ لكن الإطار يعني حاليا يبدو أنه واثق من إمكانيته على تشكيل الحكومة بالتعاون مع الأطراف السياسية الأخرى، والسؤال كم ستدوم هذه الحكومة مقابل من يراهن على إسقاطها بوقت قياسي؟ أحسنتم، هو المعيار أولا طبيعة تشكيل الحكومة وليس المعيار أن تشكل الحكومة، بمعنى أن التجارب السابقة في كيفية رسم الخارطة السياسية والانبثاق منها سلطة تنفيذية طبعا ووجود سلطة تشريعية أيضا ترسم بطريقة التحالفات بين القوى السياسية هو الآن المعيار بالنسبة للإطار التنسيقي، بمعنى أنه الإطار التنسيقي الآن يعمل على أن يكون المشهد القادم ناتج عن تحالفات سياسية متماسكة، بمعنى أن يكون هناك دعم لرئيس الحكومة والاتفاق على أولوياته، التي أيضا هناك خيار داخل الإطار التنسيقي أن لا يكون بشكل كبير جدا، يعني هذه المرة لن نرى منهاجا حكوميا يطبع ببند ورق 100 ورقة و30 و40 ورقة، هذه المرة هناك أولويات محددة ربما لا تتعدى الورقة أو الورقتين في طبيعة المنهاج الحكومي ويتم الاتفاق عليها. هذا واحد. اثنين، طبيعة تحمل المسؤولية بالنسبة لشركاء الإطار التنسيقي سواء حلفائه السابقين أو من يتفاهم الآن معهم، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني وايضا تقدم. هاي اثنين. ثلاثه، طبيعه اختيار شخصيه رئيس الوزراء وكذلك التحديات التي تواجهه، واول هذه التحديات المقبوليه ضمن الفضاء الوطني او الحاله الوطنيه، وايضا المقبوليه الاقليميه والمقبوليه الدوليه،
هذه المعايير الثلاثة هي التي يتحرك الآن الإطار عليها في مسألة تشكيل الحكومة. والسقف الزمني لتشكيل الحكومة نحن أعطينا شهرين تقريبية، ليست أيضا معيار بالنسبة لإطار التنسيق. المعيار أن يكون هناك تفاهم حقيقي، ومن ثم تماسك حقيقي ودعم حقيقي، ومن ثم في حال الفشل والنجاح أن يكون تحمل المسؤولية من الجميع. لذلك طيب هناك معرقلات الآن توضع أمام الإطار بمسيرة لتشكيل الحكومة، وقد تكون هناك معرقلات أكبر في حال تمكن فعلا من تشكيل الحكومة. الإطار بخلي بالك شلون راح يقدر يتعامل مع هذه المعرقلات من الأطراف السياسية الأخرى؟ حتما أن المفروض على الإطار التنسيقي أن ينظر لهذه المعرقلات أو التحديات الآنية والمستقبلية بصورة واقعية، بمعنى أنه لا بد أن ننظر عليها على أنها أمر واقع وليس احتمالية الوقوع. لا. لأنه أولا أول هذه التحديات أن يكون هناك موقف كردي واحد، هذا مهم جدا بالنسبة للإطار التنسيقي في تماسك العملية السياسية، هذا واحد. اثنين، طبيعة التفاهم بين العزم التي هي حليفة للإطار التنسيقي وتقدم، وهنا أتحدث عن طبيعة توزيع استحقاق المكون السني داخل الحكومة، هذا أيضا أمر مهم جدا، وهذا أيضا عامل مهم جدا في تماسك العملية السياسية مستقبلا. الأمر الآخر، طبيعة تفاهم الإطار التنسيقي على شخصية رئيس الوزراء وأيضا شخصية النائب الأول لرئيس مجلس النواب أيضا من عوامل تماسك العملية السياسية. هذا فيما يخص الجانب السياسي الذي هو القاعدة أو خط الشروع الذي ينطلق منه الإطار التنسيقي لتشكيل الحكومة. لكن هناك أيضا تحديات حقيقية وواقعية. أولا المواطن لا زال يطالب حقيقة بالخدمات المشروعة الحقة التي لابد أن تصل إليه. اثنين، أيضا هناك دعوة الآن من بعض الجهات، ليس التيار الصدري، الكتلة الصدرية واضحة في موقفها، لكن هناك جهات أخرى تريد أن تنزل للشارع، وأيضا ربما تعود إلى أحداث 19 و20 من يعني السنتين الماضيتين، وهذا أمر أيضا يؤخذ بنظر الاعتبار. فضلا عن ذلك، على الإطار التنسيقي إذا أراد أن يكون ناجحا في حكومته أيضا لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار احتياجات الكتلة الصدرية كمواطن، كجمهور، كشارع، هذا أمر مهم جدا، لا أن يتم تجاهلهم. هذه الأمور، هذه التحديات لابد أن ينظر إليها الإطار التنسيقي كواقع، كما أراك وتراني. إذا نظروا بهذه الصورة لهذه التحديات وتعاملوا مع الشركاء السياسيين بهذه الطريقة، حتما أن مسألة تشكيل الحكومة أولا سيختزل الزمن فيها، ثانيا ستكون عوامل نجاحها كبيرة جدا، ثالثا ستدعم من جميع القوى السياسية، ورابعا طيب. والأهم أن يكون هناك من الآن فيما يخص الإطار التنسيقي، من الآن أن يكون هناك تفاهم مع القوى السياسية تقدم والحزب الديمقراطي الكردستاني كشركاء، وأيضا مع حلفائه كالعزم وأيضا الاتحاد الوطني الكردستاني بتحمل المسؤولية، لأنه الإطار التنسيقي طيب. لابد أن يوضح للآخرين أن هذه الحكومة ليست حكومة إطار تنسيقي، وإنما حكومة عراقية يشكلها الشيعة والأكراد والسنة فضلا عن المكونات البقية. طيب سيد هادي، من أجل النجاح بتمرير هذه الحكومة ورئاستها ورئاسة الجمهورية، هناك مطالب للأطراف السياسية الأخرى، سيادة والأطراف الكردية أيضا، قد تكون هناك يعني مطالب تعجيزية من قبل هذه القوى من الإطار التنسيقي قد تعرقل تشكيل حكومة؟ طبعا يعني هناك عدم قناعة وعدم ثقة من بعض القوى، خاصة التحالف الكردستاني وبالأخص محور أربيل الذي لا يثق كثيرا ببعض قادة الإطار، وكانت يعني له سوابق معهم مع السيد المالكي مثلا عام 2010 واتفاقيات، وهم يعتقدون أنها نقضت وأنها لم تلبى وأنها لم تكن ناجعة، وأن المالكي وبعض الأطراف الشيعية الأخرى تنصلت من هذه العهود والوعود، وذلك دفع إلى عدم ثقة بين الأطراف السياسية. تبع ذلك حملة تصعيد واسعة وتصريحات نارية من أطراف سياسية ونخبوية متبادلة أيضا، سواء ضد الكرد أو من قبل الكرد ضد الإطار التنسيقي أو القوى الشيعية قبل أن تسمى بهذا الاسم الإطار، وهذا يصعب المهمة، لأن الأطراف الكردية لديها مطالب، وهذه المطالب بصراحة عديدة، وبعضها ربما يكون يصعب مهمة تشكيل الحكومة والوصول إلى قناعات متبادلة، ولذلك لابد من نوع من التفاوض يدفع بعض الحلفاء الكرد مثلا للتنازل، مثل التحالف السليمانية أو الاتحاد الوطني الكردستاني، لأنه أقرب إلى التحالف الشيعي وأقرب إلى إيران،
ويسمع كلام إيران أكثر مما يسمع كلام طرف آخر، باعتبار أنه محور أربيل يميل إلى تركيا ومحور السليمانية يميل إلى إيران وإلى الأطراف الشيعية في بغداد، ويمكن للسليمانية أن تتنازل في حال وجدت مصلحة في أن يتفق الإطار التنسيقي مع البرزاني، لأن البرزاني في هذه المعادلة هو طرف قوي ولديه حضور ونفوذ دولي أيضا، ولا أعتقد أن الإطار التنسيقي بمعرض تجاهل التحالف مع السيد البرزاني، وهنالك رغبة أكيدة من قبل القوى الشيعية فاعلة بأن تدخل في تحالف مع البرزاني، مثلما أنها تريد أن تدخل في تحالف مع محور السيادة الذي يضم الخنجر والحلبوسي، بالرغم من وجود انشقاقات وبالرغم من وجود تحالف عزم الذي انشق عن عزم الأول وصار برئاسة مجموعة من المستثمرين السياسيين، وهو متحالف مع الإطار التنسيقي الآن، ومع أنه معظم هؤلاء الشخصيات مرفوضة من القوى السنية وحتى من المجموع العام من السنة، لكن كيف يمكن أن يتم جمع كل هذا الشتات والحديث عن إمكانية تشكيل نظام حكم متوازن؟ هذا في الواقع كما قلت يحتاج إلى حنكة ودراية وعدم تفويت أي جزئية مهمة في التفاوض، وأي فرصة يمكن أن تسنح للإطار التنسيقي والقوى الشيعية لكي تصل إلى نتيجة مع هذه القوى، لأن الوقت يمر والوقت متسارع والأحداث الدولية متسارعة والشارع العراقي أيضا يغلي، لأنه الشارع محبط، الشارع محبط خاصة في الجنوب، الجنوب المسحوق والمهمل الذي كان مهملا من نظام صدام حسين ودمر من قبل صدام حسين ويكاد يمسح الآن من قبل القوى الشيعية لأنها تركته نهبا للجوع والفقر والحرمان والمرض. طيب سيد هادي، أستاذ كاظم، وفق المعطيات التي ذكرها أيضا سيد هادي، أي مرشح سيدعم الإطار التنسيقي؟ مرشح يعني لرئاسة الجمهورية، مرشح حزب الديمقراطي أم الاتحاد الوطني؟ منذ البداية حتى منذ كان تحالف إنقاذ الوطن حقيقة موجود، كان الإطار التنسيقي يدعم ويشجع الاتحاد الوطني الكردستاني في أن يكون هناك مرشح واحد عن إقليم كردستان عن المكون الكردي لرئاسة الجمهورية. وبعد المتغير الكبير في المشهد السياسي أيضا الإطار التنسيقي شجع السيد وافد طالباني والاتحاد الوطني الكردستاني بصورة عامة أن يكون هناك أيضا اندفاع باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأيضا الاتفاق على شخصية كردية تكون ممثلة للأكراد داخل البرلمان ومن ثم يتم انتخابها لرئاسة الجمهورية. وهذا الأمر أعلم بالنسبة للحزب الديمقراطي وكذلك الاتحاد، وأعلن على الملأ. وفي حال عدم التوصل كان هناك أيضا موقف واضح للإطار التنسيقي، وهو أن يأتي الطرفين بمرشحيهما إلى داخل مجلس النواب والتصويت يكون للنواب. وأعتقد أن مسألة التصويت واضحة ستكون لحليف الإطار التنسيقي وهو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، وهذا الأمر مفهوم بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. لذلك مسألة اختيار رئيس الجمهورية فيما يخص الإطار موقفه واضح، لكنه يعمل على أن يكون هناك توافق كردي، رغم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني عمل على أن يكون هناك شق داخل الصف الشيعي، لكن الموقف المبدئي للاتحاد الوطني الكردستاني ربما يؤخذ بنظر الاعتبار بالنسبة للإطار التنسيقي فيما يخص المكون الكردي. شكرا لك سيد كاظم، أرجو أن تبقى معنا، وشكرا جزيلا للكاتب والصحفي الأستاذ هادي جلو مرعي، كنت معنا ضيفا كريما بصوت وصورة من بغداد، شكرا لكم. شكرا سيد جزيلا. إذن مشاهدينا ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. أوساط سياسية تؤكد أن ليكاتي والبارتي يعطلان الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة من خلال عدم تحديد شخصية رئيس الجمهورية. إذن مشاهدينا، أكد النائب عن دولة القانون جواد الغزالي أن أكثر ما يعطل الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة هي المفاوضات الجارية بين الأحزاب الكردية على تحديد شخصية رئيس الجمهورية.
وأشار الغزالي إلى أن التنسيقي لديه تحرك مع الأحزاب الكردية في مفاوضات الاتفاق على مرشح تسوية وإنهاء الخلاف على منصب رئيس الجمهورية والمضي في تشكيل الحكومة. ولفت إلى أن المفاوضات الجارية الآن بين الأحزاب الكردية هي من تعطل الإطار التنسيقي عن تشكيل الحكومة. تقرير نهى الشمري. ماراثون الوصول إلى قصر السلام ما زال يشهد تنافسا حادا بين النظيرين الكرديين، والخلافات تشق طريقها بالتوغل أكثر لتشبث كل بمرشحه المطروح في الساحة السياسية، على الرغم من تقديم عدة من الشخصيات غير المؤهلة والمرفوضة سياسيا لتسنم هذا المنصب. الآن أنا أعتقد حزب الاتحاد يتحدث من مصدر قوة، باعتبار الآن الحليف القريب من حزب الاتحاد ألا هو الإطار الشيعي أصبح الكتلة الكبيرة داخل مجلس النواب العراقي. سابقا كانت القوة تتغير بهذه القضية. أعتقد الآن أعطى هذا حافزا آخر للتمسك بمرشحه، لكن بنفس الوقت هنالك ضغط من الإطار التنسيقي بضرورة أن يكون هنالك توافقا كرديا على مرشح تسوية في هذه القضية. فالاستئثار بالسلطة يعمق الخلافات بين الأحزاب المشاركة وتلقي بظلالها على ترشيح شخصية رئيس الجمهورية، إذ يرى مراقبون أن هذه النزاعات تسهم بتأخر عجلة التقدم لتشكيل الحكومة الجديدة، إذ لابد أن يحسم ملف منصب رئاسة الجمهورية وألا يكون عائقا أمام استئناف تشكيل الحكومة المرتقبة. إذا لم يكن هناك توافق واتفاق ما بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي على شخصية تعبر هذا الانسداد، وبالتالي يتم الذهاب إلى عملية اختيار رئيس حكومة والتوافق عليه. هذه واحدة من الإشكاليات لا زالت قائمة، للأسف الشديد لا يوجد لها مهر، كل يبحث عن مصالح الخاصة ويبتعد عن المصلحة الوطنية. فبعد هذه الصراعات القائمة تبقى المرحلة المقبلة تحمل بين طياتها مفاجآت للعملية السياسية، إذ قرئت هذه المرحلة بعدة آراء، منها من يتجه إلى تأزم الوضع الراهن، وآخر يرى أن الحوارات المكثفة ربما تزحزح حجر الخلافات تلك. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن الملف الثاني من الحصاد نرحب مرة أخرى بالمحلل السياسي الأستاذ كاظم الحاج. أهلا بك سيد كاظم مرة أخرى، وأيضا الترحيب بعضو الاتحاد الوطني الكردستاني السيد سوران داوودي ينضمنا مباشرة عبر سكايب. أهلا بك سيد سوران، وأبدأ معك سيد كاظم، برأيك السيناريو المتوقع يعني اللي تحدثنا به بالملف الأول خاص بالخلافات الكردية حول قضية رئيس الجمهورية، أخيرا كيف سوف تنتهي، يعني لصالح من الاتحاد الديمقراطي؟ لا حتما، كما قلنا السيد الفاضل أن أولا موقف الاتحاد الوطني الكردستاني المبدئي فيما يخص عدم التحالف مع أي طرف شيعي كان مهم جدا بالنسبة للإطار التنسيقي. نعم. فضلا عن رؤية الاتحاد الوطني الكردستاني في كيفية التعامل مع المشهد السياسي. والأمر الثالث والمهم جدا أن الإطار التنسيقي شجع السيد بافل وكذلك الاتحاد في أن يكون هناك موقف كردي، وبالتالي على هذا الأساس رأينا حراكا وربما سنرى حراكا مستقبليا خلال الأيام القادمة للحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان، الحزب الاتحاد الوطني وكذلك الحزب الديمقراطي الكردستاني، من أجل الوصول إلى شخصية توافقية أو يتم الاتفاق عليها، رغم أنه المعلن لحد الآن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني متمسك بمرشحي وكذلك الاتحاد طيب. الوطني متمسك بمرشحي. لكن تقارب الإطار الشيعي من الاتحاد الوطني الكردستاني ما راح يخلي الديمقراطي ما يوقف بجانب الإطار من أجل تشكيل حكومة؟ أو المعيار الآن بالنسبة للإطار التنسيقي ليس كسب الشركاء من أجل الوصول إلى يعني تشكيل الحكومة. لا شلون يتمكن من تشكيلها؟ أحسنت. المعيار بالنسبة للإطار التنسيقي أن يترسم خارطة سياسية قوية متماسكة. وهذه الخارطة السياسية ليس الإطار فقط مسؤول عنها، الأكراد مسؤولين عنها وكذلك السنة وباقي المكونات داخل المشهد السياسي. الإطار يعمل على أن يكون هناك موقف كردي، وبالتالي هو لا يريد أيضا أن يخسر الحزب الديمقراطي الكردستاني رغم موقفه المسبق أو السابق فيما يخص كيفية التعامل مع الإطار التنسيقي. وعلى هذا الأساس دفع الإطار التنسيقي وشجع الاتحاد بالذهاب باتجاه الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكن الموقف الواضح والثابت بالنسبة للإطار التنسيقي أنه في حال أتى الحزبين بمرشحين فإنه سيصوت إلى مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، هذا الأمر معلن ومعروف حتى وإن لم يكن معلنا. هذا من جانب. من جانب آخر الإطار التنسيقي
ليس لديه ما يخسره الآن في المشهد السياسي في حال عدم الوصول إلى جلسة 220، رغم أن المعلومات تقول أنه سيصل إلى هذا العدد، رغم أن المعلومات تقول أن الإطار التنسيق الآن مع القوى السياسية المتفاهم معها لحتى هذه اللحظة هو سيصل إلى نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، لكن الأهم بالنسبة للإطار التنسيقي هو أن يكون هناك توافق كردي وتوافق سني، بمعنى أن يكون هناك التوافق الكردي يمكن هو الأكثر أهمية بالوقت الحاضر. ودعنا ننتقل ونرحب مرة أخرى بالسيدة سوران. أهلا بك سيدة سوران مرة ثانية، ونود أن تطلعنا عن ما وصلت إليه مفاوضاتكم ما بين الوطني والديمقراطي، هل من بوادر للتوصل إلى اتفاق؟ مساء الخير، مساء الخير عليكم وعلى مشاهديكم وعلى ضيفكم الكريم. يعني ما زالت المفاوضات مستمرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني. يعني هذه المفاوضات يعني هي مفاوضات شاقة وطويلة، وكل لحد الآن كل طرف كما قال ضيفك يعني متمسك بمرشحي، الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحي والحزب الديمقراطي الكردستاني متماسك. يعني نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني نتمنى أن نذهب إلى مجلس النواب بموقف واحد وبمرشح واحد، ولكن يعني وأيضا يعني وقلنا للحزب الديمقراطي الكردستاني بأن كان هناك اتفاقات بيننا، يعني بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني في السابق، اتفاق استراتيجي منذ عام 2007 بأن يكون منصب رئيس الوزراء في الأقليم ورئيس الأقليم للحزب الديمقراطي الكردستاني ورئيس الجمهورية في بغداد إلى الاتحاد الوطني الكردستاني. يعني عرفا كانت رئاسة الجمهورية إلى الكرد ومن الكرد، يعني بالاتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا يعني حتى محافظة كركوك. يعني نحن في الاتحاد الوطني الكردستاني سوف لا ندفع يعني قيمة بضاعة مرتين، يعني لمرة واحدة. لذلك هذه المسألة هي مسألة عند الاتحاد الوطني الكردستاني يعتبرها مسألة مبدئية ومسألة يعني منتهية من أول، رغم طيب. أننا نتمنى وأقول أن نذهب إلى بغداد بصوت واحد بمرشح واحد، ولكن عندما يكون هناك يعني مرشحين نحن يعني سنجبر أن نذهب بمرشحنا إلى بغداد، ومرشحنا كما تعلمون هو لحد الآن هو الدكتور برهم صالح. طيب ما زال الاتحاد الوطني مصر على ترشيح كاكا برهم رغم تغريدة السيد مقتدى الصدر، وكما يقال أن هناك فيتو من التيار الصدري على شخصية السيد برهم؟ يعني صحيح كان هناك تغريدة من سماحة السيد الصدر، ولكن يعني الوثائق بينت بأن الدكتور برهم كان قد يعني همش على القرار واعتبره ساريا المفعول. يعني اعتقد وايضا يعني حتى الدكتور برهم عندما اجتمع بعض العراقيين وبعض الاطراف السياسيه في اربيل، يعني صدر هناك من رئاسه الجمهوريه بيان استنكار لمثل هذا الاجتماع، وايضا بين بحقيه الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه. اعتقد دكتور برهم يعني قدم ما يجب ان يقدمه دستوريا في هذا المجال، وان ساحته يعني اعتقد ساحته يعني اصبحت خاليه من العقبات التي كانت تذكر، ونتمنى من الجميع ان يتفهم هذا الموضوع. طيب سيد كاظم، تعتقد ان الديمقراطي الكردستاني لديه مخاوف من المجيء إلى بغداد بمرشحين، مرشح ديمقراطي ومرشح من الاتحاد الوطني، باعتبار المعلومات المؤكدة أن الإطار الشيعي التنسيقي سوف يقف مع الاتحاد؟ قطعا الحزب الديمقراطي الكردستاني أولا كان طرف في التحالف الثلاثي، ويعني كان أيضا يعني هناك البعض من سرب ومن خلال شاشات الفضائيات أن الحزب الديمقراطي الكردستاني والسيد مسعود البرزاني عمل على أن يكون هناك عدم تحالف مع الإطار التنسيقي حتى وإن كانوا الكتلة الأكبر. وأيضا هناك توجيهات كما أعلنها هذا الشخص بأن يكون هناك موقف موحد للمكون السني، هذا من جانب. من جانب آخر الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلم أيضا أن الاتحاد الوطني الكردستاني منذ البداية
كان الاتحاد والإطار التنسيقي متفاهمين، ثم تحول هذا التفاهم إلى التزامات أخلاقية ثم إلى تحالف. بالتالي حتما أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يعلم علم اليقين أنه لو أتى بمرشحين إلى بغداد فإن الإطار التنسيقي سيصوت لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني. هذا الأمر ليس بالخفي لا على الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا على الجميع الآن الذين يعني مهتمين أو يراقبون أو هم جزء من المشهد السياسي. هذا من جانب. من جانب آخر، الحزب الديمقراطي الكردستاني عندما يضغط بالتمسك على بمرشحه هو يعلم أنه لن يمر، وبالتالي يعني هو يحاول. من المؤكد أن يتكرر سيناريو 2018 في وجود شخصيتين وليس في التصويت. هاي ويتم التصويت لمرشحة في وجود شخصيتين، نعم، لكن في التصويت لن يتكرر سيناريو 2018، لأنه التصويت يعني محسوم مسبقا إن لم يكن هناك توافق كرديا. هذا الأمر محسوم، لكن في وجود شخصيتين مرشحين عن الأكراد لرئاسة الجمهورية ممكن أن يتكرر. لكن المهم جدا الآن أن الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه الواقعية السياسية وهذه الرؤية هو يعلم جيدا أنه في حال عدم التوافق الكردي ودعم الاتحاد لمرشحه لن يمر مرشحه. إذن هو ماذا يعمل الآن؟ يعمل على أن يكون هناك أكثر مكاسب ممكن الحصول عليها على مستوى أقليم كردستان، طيب، وكذلك حتى على مستوى تمثيل الأكراد في الحكومة الاتحادية والبرلمان. طيب، عد لك سيد سوران، إذا كانت هناك يعني إمكانية لتغيير مرشحكم السيد كاكا برهم بمرشح آخر، مو أكو تكون إمكانية للتوافق مع الديمقراطي والمضي بعملية ترشيح شخصية كردية مشتركة لرئاسة الجمهورية؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال، لكن يبدو من كلامك وكلام السيد سوران أيضا أن الأمر محسوم للرئاسة للاتحاد، لكن هذا الموضوع أو هذا الحسم ما يحث الديمقراطي الكردستاني على القبول والرضوخ للتفاوض وشروط التفاوض؟ أولا، مسألة الحسم لا نستطيع أن نقول أن هناك حسم، لكن هناك صورة واضحة، هناك واقع، لكن هذا الواقع ممكن أن يتغير إذا اتفق الحزبان الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي على مرشح واحد. ممكن أن يكون هناك أكون كان يتفقون إذا غيروا شخصية المرشح كاكا برهم؟ احتمالية الاتفاق موجودة، لكن نسبة الاحتمالية كم؟ هنا النقاش. احتمالية الاتفاق ممكن أن يكون هناك اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي. بالمناسبة يعني آلية الاختيار والترشيح أيضا داخل الأحزاب إلها يعني إلها أبعاد خاصة بالنسبة للاتحاد وكذلك بالنسبة للديمقراطي. كيف يعني مثلا على سبيل المثال طبيعة الزعامات، توجه الزعامات، طبيعة النظر للمشهد السياسي، القيادة في إقليم كردستان، تعامل أربيل مع السليمانية، كلها حاضرة في نوعية المرشح ودفعه باتجاه بغداد. هذا من جانب. من جانب آخر، الحزب الديمقراطي الكردستاني هو يعلم، إجابة على سؤالك سيد الفاضل، هو يعلم جيدا أن في حال عدم الاتفاق فإن مرشحه لن يمر. إذن الطريق الآخر البديل هو أن يكون هناك الحصول على أكثر مكاسب. وبالمناسبة يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني لا يستطيع أن يذهب باتجاه المعارضة، لأن وجوده في المشهد السياسي هو من أجل الذهاب باتجاه الحكومة، وبالتالي هذا الخيار ساقط عند الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأيضا مسألة هذا الإقليم أعلن بأكثر من مناسبة، لذلك نعم تفضل. لذلك الآن الاتحاد الوطني الكردستاني عليه أن حقيقة أن يعلم ما هي رغبات ومطالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وربما يكون هناك توافق بنسبة أو بأخرى بين الطرفين والوصول إلى اتفاق. طيب، أهلا بك سيد سوران مرة أخرى، نعتذر عن قطاع الاتصال، لكن ما مدى إمكانية التوصل إلى توافق ما بين الاتحاد والديمقراطي في حال غيرتم شخصية مرشحكم، اسم مرشحكم السيد برهم صالح بشخصية من الاتحاد، شخصية أخرى؟ يعني ليس يعني مطروحا لحد الآن عند الاتحاد الوطني الكردستاني بتغيير هذه الشخصية، ولكن كما قال ضيفك يعني نحن مع الديمقراطي الكردستاني يعني هناك عدة ملفات عالقة وعدة ملفات نبحثها سوية، ومن ضمنها رئاسة الجمهورية، مثلا ملف الانتخابات، ملف كركوك، محافظ كركوك، وأيضا ملف إدارة الثروات في الإقليم. يعني كل هذه الملفات هي مطروحة في النقاشات، لذلك ربما يكون هناك شيء من
يعني من الحزب الديمقراطي الكردستاني وهناك شيء الاتحاد الوطني الكردستاني، ولكن كما قلت الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بمرشحه الدكتور برهم لحد الآن، والدكتور برهم هو مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، ونحن يعني حتى إن دعت الأمور إلى أن نذهب إلى بغداد بمرشحين، مرشح من الاتحاد الوطني الكردستاني ومرشح من الديمقراطي الكردستاني، نحن يعني نفضل هذا أكثر مما نفضل بتغيير مرشحنا. وأعتقد يعني رغم أننا يعني نتمنى أن لا نصل إلى هذا الحد وأن يكون هناك التوافق وأن نذهب سوية إلى بغداد، يعني ليس فقط في مسألة الرئاسة، هناك استحقاقات لإقليم كردستان وهناك استحقاقات لعموم الكرد في العراق، يعني على الطرفين المطالبة بها والتأكيد عليها في الحكومة القادمة إن شاء الله. طيب سيد سوران، بخصوص منصب محافظ كركوك، هذه الورقة هل طرحت للتفاوض بالفترة الأخيرة؟ نعم، الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا يعني يلعب بهذه الورقة، يعني كما قلت وكما أشرت عند تشكيل الحكومة حكومة أقليم كردستان كانت يعني هناك اتفاقات أيضا حول مسألة محافظ كركوك، يعني كان بأن يذهب محافظ كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني مقابل محافظ دهوك ومحافظ أربيل، يعني يكون الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحافظ سليمانية في الأقليم، وفي كركوك يعني يذهب منصب المحافظ كركوك إلى الاتحاد الوطني الكردستاني، وكان هذا المنصب بالاتحاد الوطني الكردستاني منذ 2003 لحد 2017. أعتقد بأن الاتحاد الوطني الكردستاني أيضا يطالب بهذا المنصب، والحزب الديمقراطي الكردستاني بدأ يطالب بهذا المنصب ويلوح بأنه يعتقد بأنه يستخدمه في مسألة المفاوضات حول رئاسة الجمهورية. طيب سيد كاظم، كيف تقيمون من جانب الإطار التنسيقي موقف الإطار التنسيقي الشيعي من المطالب التي وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني؟ البعض وصفها بأنها مطالب تعجيزية. في أي مفاوضات؟ يعني ليس فقط على مستوى الأحزاب السياسية، دائما عادة في التفاوض يكون سقف المطالب مرتفع جدا للوصول إلى السقف الذي هو واقعي بالنسبة للحزب الذي يفاوض. نعم. وبالتالي هذا أمر طبيعي جدا حقيقة في أن توجد هناك سقوف عالية في التفاوض، لكن واقع الحال الذي يريده الحزب المفاوض مقابل الطرف الآخر هي ربما تكون معلومة لدى الطرفين. بالمقابل أيضا بالنسبة للإطار التنسيقي أيضا لديه سقوف، وهذه السقوف مهمة هذه المرة تختلف عن سابقاتها. أولا الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة لن يقول يعني أن هذا في حال وجود طبعا مظاهرات أو غيرها أن هذا الأمر شيعي شيعي وبالتالي أذهب أنتم وقاتل، هذا الأمر مو شغلنا، هذا شغل مكون شيعي، هذا الأمر يختلف الآن، وعلى الإطار التنسيقي أن يستفاد من التجارب السابقة. هاي واحد. اثنين، الحزب الديمقراطي الكردستاني ربما الآن هو ليس بالموقف الذي يؤهله لأن يضع شروطا تعجيزية. طيب لكن أكو إمكانية أن يحصل الديمقراطي على ذات المكاسب من الإطار التنسيقي الشيعي، ذات المكاسب التي كان من الممكن أن يحصل عليها من التيار الصدري؟ لا، حتما تختلف الحالة. يعني على أقل تقدير الآن مسألة رئاسة الجمهورية لو كان بقدرة التحالف الثلاثي الذي كان يضم التيار والديمقراطي والسيادة كانت مضمونة بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني فضلا عن مناصب أو مكاسب أخرى، لكن الإطار التنسيقي الآن يختلف في كيفية التعامل. بالمناسبة أي تفاوض أو تفاهم بنسبة كبيرة جدا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني الإطار التنسيقي يأخذ بنظر الاعتبار موقف الاتحاد منها، وهذا أمر مهم جدا، بمعنى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني الآن عندما يتفاوض مع الاتحاد لا يتفاوض مع الاتحاد وحده، أيضا هناك ثقل معتبر وهو ثقل الإطار التنسيقي، وكذلك الإطار التنسيقي عندما يتفاوض مع الإطار مع الديمقراطي هو أيضا الديمقراطي يعلم أن الاتحاد سيكون له اعتبار فيما يوافق أو لا يوافق عليه الإطار التنسيقي. إذن الحزب الديمقراطي الكردستاني كما قلنا الآن، أولا الأمور اللي تحدث عنها ضيف الملفات في داخل إقليم كردستان حرجة بالنسبة له رئاسة الإقليم،
وكذلك رئاسة الحكومة، هذين أمرين مهمين بالنسبة للحزب الديمقراطي الكردستاني. لو بقى في تعنته ربما يكون هناك تغيير في إحداهما لصالح الاتحاد أو لقوى سياسية أخرى. طيب. مسألة كركوك، مسألة الانتهاكات الكردية، موارد الإقليم، كيفية توزيعها، تعامل أربيل مع السليم، هناك كثير من هناك أمور كثيرة جدا. دعنا نختتم بسؤال أخير معك سيد سوران. هناك حديث عن اجتماع برعاية رئاسة الإقليم يجمع الأحزاب الكردية، هل لديك معلومات متى سيعقد هذا الاجتماع وعلى ماذا سيركز بالضبط؟ يعني هذا اجتماع يعني في السابق أيضا يعني قبل أسبوع أو أسبوعين كان هناك مثل هذا الاجتماع. أعتقد أن هذا الاجتماع يبحث الموقف الكردي، يعني من باعتبار هناك متغيرات يعني في المنطقة، في عموم المنطقة على مستوى العراق وعلى مستوى المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. أعتقد يعني الكرد يعني أيضا بحاجة إلى الاتحاد في مثل هذه المواقف، وأيضا لبحث مسألة البيت الكردي. أعتقد البيت الكردي يعني نعم. الآن هناك يعني نوع من يعني البيت الكردي لم يعد كما كان في السابق، لملمت هذا البيت مرة أخرى وتقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية جميعا. طيب دعنا وانا قبل الختام أن نطالع نتائج الاستبيان اللي أجرتها قناة الأيام لبرنامج الحصاد، وهل تعتقد أن أكثر ما يعطل الإطار التنسيقي من تشكيل الحكومة هي المفاوضات الجارية بين الأحزاب الكردية على تحديد شخصية رئيس الجمهورية؟ كانت الإجابات 75% نعم، 20% كلا، و5% متحفظ. ختاما الشكر جزيلا لكم عضو الاتحاد الوطني الكردستاني سيد سوران داودي، كنت معنا مباشرة عبر سكايب ضيفا كريما، شكرا لك سيد سوران. وكذلك الشكر جزيلا لكم المحلل السياسي سيد كاظم الحاج، كنت ضيفا كريما، شكرا لك. وشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، إلى اللقاء.